أن الضياء قد انطفى. لا تقل مات الحبيب المصطفى، لا تقل لا تقل أن الضياء قد انطفى، فمحمد ما زال فينا بين الجوانح ما حينا، وكأن نورك يا نبينا ما غاب عنا ولا اختفى. وكأن نورك يا نبينا ما غاب عنا ولا صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا من له تحن قلوب العاشقين، يا سيدي يا رحمة للعالمين، يا من له تحن قلوب العاشقين، يا سيدي يا رحمة للعالمين. قد جئت للدنيا ضياء بالحق من رب السماء، أنت الهدى أنت النقاء، يا سيدي يا مصطفى. قد جئت للدنيا ضياء بالحق من رب السماء، أنت الهدى أنت النقاء، يا سيدي يا مصطفى. سيدنا علي بن ابي طالب، ونقعد نعرف بقى كل التعريفات اللي عنه. هنستخدم الشاشه، نقعد نعرض عليكم يعني شويه تفاصيل كده، وانا ايه اقعد اعلق لكم عليها واقول لكم نستفيد منها ايه، ونسمعكم برضو ونقول لكم ايه رايكم نستفيد ايه. فتعالوا نبدا. فالاول الاسم بالكامل: علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. يعني على فكره بالمناسبه، يعني الاسم كده لو بصيتوا عليه على بعضه هتلاقوا هي نفس نسب النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. يعني وكده هو بيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أبوه، من ناحية أبو طالب في الجد الأول اللي هو عبد المطلب. ويعني نحب نقول برضو هاشم، هاشم جد النبي الأول. كذا معلومة سريعة: هاشم دفن في غزة، ولذلك يعني شوفوا جد النبي الأول مدفون فين. فحتى كتير قوي من أهل فلسطين يسموها غزة هاشم،
لأن هو مدفون هناك. وسمي هاشم، هو اسمه الحقيقي مش هاشم، اسمه الحقيقي عمرو، لكن هو كان يهشم الثريد، يعني يجهز الثريد، فسمي هاشم الذي هشم الثريد لقومه، من كتر ما كان لما يجي الناس في موسم الحج يهشم الثريد للناس كلها، فسمي هاشم. ده جد النبي الكبير وجد سيدنا علي بن أبي طالب الكبير، أبو سيدنا علي بن أبي طالب. كلنا عارفين له مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف شديدة عظيمة، يعني يكفي أنه هو فضل واقف جنب النبي 10 سنين. يا جماعة تروح قريش كل يوم والتاني لأبو طالب، ابعد عننا ابن أخوك، إحنا ما عدناش قادرين نستحمل، والنبي مصر على الدعوة، وأبو طالب يطيبهم بكلمتين، لأن أبو طالب أبو سيدنا علي هو رأس قريش في الشرف والمكانة. فأنت متخيل سيدنا علي طالع من بيت شكله إيه؟ أولاً من بني هاشم، وبعدين من بيت عبد المطلب، وبعدين من بيت أبو طالب اللي هو كان سيد قريش في الشرف والمكانة، وبعدين متربي في بيت النبي. فانظر سيدنا علي بن أبي طالب، يعني البيئة اللي هو طالع فيها كريمة لأي درجة وعظيمة لأي درجة. فبقول إن أبو طالب وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خلال 10 سنين دي كل ما تيجي قريش تريد أن تنال من النبي، اللي مانع قريش عن النبي، ما حدش قادر يؤذيه إذاء جسدي أو يحاول قتله، وجود أبو طالب سيد قريش. فيروحوا له يقول لهم طب معلش، ويعللهم بكلمتين كده، يقوموا راجعين له تاني، طب لا إن شاء الله أنا هقول له والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروح للنبي يقول له إيه؟ افعل ما بدلك، وهو على الكفر لا يريد أن يسلم، لكن يدافع عن النبي دفاع شديد، لدرجة أن احنا هنشوف الوقت لما جه سيدنا علي بن أبي طالب يسلم، أبو طالب اتصرف معاه إزاي؟ هنقولها بعد شوية في إسلام سيدنا علي، لكن فضل أبو طالب بالشكل ده، لدرجة أن قريش لما تعبت قوي قامت جايبة كده شاب من يعني أجمل وأقوى فتيان قريش، عمر بن الوليد، وقاموا رايحين لأبو طالب، قالوا له خد الشاب دون خليه عندك ربيه، وادينا ابن أخوك. أنت متخيل تدي واحد ابنك، تقول لواحد هات ابنك وحديك أنا واحد بداله وشكله حلو قوي تربيهولي. فقال يعني أين ذهبت عقولكم تعطوني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ يعني إيه اللي أنتم بتقولوه ده؟ فمنفعتش يعني. فلما لقوا إن ما فيش فايدة قاموا رايحين له تاني، يا أبو طالب ابعد عننا ابن أخوك، إحنا ما عدناش قادرين نستحمل. فأبو طالب حس إن هو يعني الموضوع زاد، وإن هو ما عادش قادر يحمي النبي. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي ما عدت أستطيع أن أدفعهم عنك، أنا ما عدتش قادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حس إن حتى اللي واقف جنبي تخلى. فقال النبي بص بقى الثبات يا جماعة، في بنات لما بتحس إن صاحبتها بدأوا يتريقوا عليها بتقلع الحجاب، وفي شباب أول ما يلاقي إن درس الدين اللي هو متعود يسمعه كل أسبوع ما سمعوش الأسبوعين يقع وإيمانياته تقع. إنما انظر لثباتك إزاي، إن أنت قوي حتى لو الدنيا كلها تخلت عنك. فقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أموت في سبيله. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى للوحدة، بكى لأن ما فيش واحد واقف جنبه. فقال أبو طالب والله لا أسلمك أبداً، اذهب فافعل ما شئت. شوفوا الأب اللي طالع منه سيدنا علي بن أبي طالب رجولة عنده عاملة إزاي. أمه فاطمة بنت أسد بنت مين؟ بنت هاشم برضه، فهي هاشمية، فيلتقي مع النبي في الجد الكام؟ الثاني من ناحية أمه، يعني بيلتقي مع النبي في الجد، أنتوا متخدين بالكم مين هو سيدنا علي بن أبي طالب؟ يلتقي مع النبي في الجد الأول من ناحية أبوه، ويلتقي مع النبي في الجد الثاني من ناحية أمه فاطمة بنت أسد، وهم أول هاشميين ينجبوا هاشمياً، اللي هو مين؟ يعني سيدنا علي بن أبي طالب أول هاشمي من أب وأم هاشمي، يعني كانت حاجة، هو أول مولود هاشمي من أب وأم، وهو أول خليفة من بني هاشم، مش كده؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، سيدنا عثمان من بني أمية، وسيدنا عمر من بني عدي، وسيدنا أبو بكر من بني تيم، الوحيد اللي من بني هاشم هو، أو أول واحد من بني هاشم هو كان سيدنا علي بن أبي طالب. شايف أنا بس بوريك العيلة، العيلة عاملة إزاي، وهو طالع إزاي. أمه السيدة فاطمة بنت أسد أسلمت وهاجرت وماتت في المدينة، واللي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي نزلها قبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وخلع النبي قميصه وكفنها في قميصه، وقال والله ما شهدت أحد فعل معي صنيعا خير من هذه المرأة بعد أبي طالب. الست دي وقفت جنبي وربتني وأنا طفل صغير،
ووقفت معايا وقفات شديده جدا. النبي ما بينساش الجميل ابدا ابدا ابدا. فكانت فاطمه بنت اسد اللي وقفت جنب النبي وربته وهو صغير. النبي صلى الله عليه وسلم اصر ان هو يخلع قميصه ويكفن. انتم متخيلين يا جماعه الكرامه والشرف للسيده فاطمه بنت اسد ام سيدنا علي بن ابي طالب. كنيته ليه كنيتين، ابو الحسن وابو تراب. ابو الحسن نسبه لمين؟ سيدنا الحسن ابنه الكبير، واول ابن ليه هو سيدنا علي. هتشوفوا له اولاد كثيره لكن هو الابن الكبير الحسن. طيب وابو تراب حد عارف جت منين ابو تراب دي؟ ومين اللي كان نبيها؟ حد عارف؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان ناب الكنيه دي. طب وليه كان ناب الكنيه دي؟ جت منين الكنيه دي؟ اتفضلي في الميكروفون. يعني على قد ما نعرف ان النبي عليه افضل الصلاه والسلام راح لستنا فاطمه وسال فين سيدنا علي، فقالت له ان هو في الجامع. فراح الجامع فلقاه متكئ على منبر، او يعني راح في النوم في الجامع وعبقته وقعت من عليه وفيها هو بس مجدر. الموضوع له مقدمه صح، جزاك الله خير. الله مظبوط. هو بس له مقدمه ان هو ما راحش المسجد لوحده كده، هو كان حصل خلاف بينه وبين مراته السيده فاطمه زي اي زوجين، فحصل كده مشاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه فقال اين زوجك؟ فقالت غضبان. ولو عجعجت أرض الرياض ونجدها ولو عجعجت أرض الرياض ونجدها أراها مع الأحباب مسكا وبلسما أسافر في طول البلاد وعرضها أسافر في طول البلاد وعرضها وما زال قلبي بالرياض متيم للرياض مني سلام كل محبة واحترام للرياض مني سلام كل محبة واحترام حبها ساكن فؤادي وأهلها أهل الكرام يا سلام يا سلام للرياض مني سلام كل محبة واحترام للرياض مني سلام كل محبة واحترام حبها ساكن فؤادي وأهلها أهل الكرام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام روحي تعشق نجدها قلبي ساكن عندها روحي تعشق نجدها روحي ساكن عندها تمم الله سعدها ولجلها يحلى الكلام يا سلام جمهور يا سلام يا سلام اسمعكم يا سلام للرياض مني سلام كل محبة واحترام للرياض مني سلام كل محبة واحترام حبها ساكن فؤادي وأهلها أهل الكرام يا سلام يا سلام يا سلام انتوا ربعي وعزوتي وانتوا اهلي وديرتي وانتوا لحني وغنوتي والاماني والسلام يا سلام يا سلام اسمع يا سلام يا سلام
للرياض مني سلام كل محبة واحترام، للرياض مني سلام كل محبة واحترام، حبها ساكن فؤادي، حبها ساكن فؤادي، وأهلها أهل الكرام، وأهلها أهل الكرام. يا سلام يا سلام يا سلام. مر الدجال على هذا المكان، مر على هذه البيوت، هل فتن به أهلها؟ هل اضطر الرجل أن يربط أهله لأجل ألا يتبع الدجال؟ مر على هذه الأشجار، ساح في الأرض، لبث في الأرض 40 يوما. ما طول هذه الأيام؟ من هو الدجال؟ ما قصته؟ هل هو من بني آدم؟ هل هو موجه فقط إلى البشر، إلى الإنس؟ أم أن الجن ينالهم شيء من خبره وفتنته؟ ماذا يفعل بالأرض إذا مر عليها؟ إذا أمرها هل تطيعه؟ إذا نظر إلى السماء ثم أمرها هل تطيعه؟ ماذا يدعي؟ يدعو الناس إلى ماذا؟ لماذا نوح عليه السلام يبعث إلى قومه فيحذرهم من اتباع المسيح الدجال؟ يبعث شعيب إلى قومه قبل أن يفارقهم يحذرهم من المسيح الدجال، يبعث صالح إلى قومه قبل أن يفارقهم يحذرهم من المسيح الدجال، يوسف يحذر قومه المسيح الدجال، صالح يحذر قومه المسيح الدجال. ما من نبي إلا وقد حذر قومه من المسيح الدجال، من رحمته وخوفه ووجله عليهم يحذرهم منه. ما هي فتنة المسيح الدجال؟ كيف مر على هذه الدنيا قبل أن تخرب؟ ما هو تأثير المسيح الدجال في الأشجار؟ هل تطيعه؟
لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبقى ذات ظل؟ كل الأشجار تكون كما نرى خاوية على عروشها، قد قتلها الجدب ويبست، فلا يبقى ذات ظل ينبت منها لحم أو يشبع منها بطن. لماذا؟ لماذا سمي بالدجال؟ ما هو الدجال؟ الفتن التي تقع على الناس متنوعة، منها فتن في الأموال، يعطي الله تعالى الإنسان مالا ثم يأمره أن يخرج الزكاة، هو محبوب إليه ومع ذلك يأمره أن يخرج منه، أن يعطيه لشخص ما تعبك تعبه ولا نصبك نصبه ولا سهر الليل وسافر لأجل أن يجمعه ومع ذلك أناول الفقير منه. فتنة المال، منها فتنة الولد، إن من أموالكم وأزواجكم، إن من أبنائكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروا. بداية هي زيارة مفاجئة لقناة إقرأ، وبالتالي لم يكن هناك مجال أمام الإخوة في إقرأ ليرتبوا أنفسهم من أجل التجمل، وبالتالي أنا بفضل الله عز وجل يعني أعجبت بالمستوى الذي وصل إليه القناة. أريد أن أقول كلمة لإخوتنا المشاهدين والمشاهدات، ما يعرض على قناة إقرأ ترونه سهلا ميسورا، لكن المطبخ الإعلامي الذي يعمل في داخل إقرأ يعمل على أجهزة معقدة، يعمل على إعداد رائع، هنالك فريق عمل وراء الكواليس لا نعلمهم، الله يعلمهم، فأنا أقول لهم جزاهم الله عنا خير الجزاء. شيخنا نبغى نبدأ في موضوع شركة الحياة، هو موضوع شباب يعني يداعب مشاعر كثير من الشباب اللي حاضرين واللي يشوفونا عبر شاشات إقرأ. شيخ، السيرة النبوية كانت يعني حاضرة بنماذج من شركات الحياة، وأيضا اللي عانوا رجالهم، وأيضا ما نقول عانوا رجالهم في مثل امرأة فرعون وإلى آخره، خديجة، عائشة، رضي فاطمة رضي الله عنهم جميعا، كل هؤلاء شيخ نماذج. نبغى نبدأ بامرأة فرعون وننتهي بفاطمة شيخنا من خلال عرض السيرة. حسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الحكماء وراء كل عظيم من امرأة، وزدت أنا وراء كل فاشل امرأتان. فأما المرأة إما أن تكون شريكة الحياة وإلا تكون شريكة الموت، إما أن تساهم أنت في حياتها وإسعادها وهي أيضا تساهم في حياتك وإسعادك، وإلا أنت تكون سبب لبوسها وشقائها وتكون هو بالمقابل إن أخطأت سبب لبوسك وشقائك. إما أن تنقل البيت إلى جنة ورضوان وحديقة غناء من الأمل والمحبة والسلام، وإلا تحول البيت إلى معتقل لك أو لها. ولذلك بعض الناس أو بعض النساء تصاب بالجلطة أو بالانهيار أو بالشلل النصفي بسبب هذا التعامل السيء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نموذج آسيا امرأة فرعون لامرأة خالفت زوجها وخالفها زوجها، رجل طاغية وسفاك وسفاح ومجرم وعاتي وكافر بالله عز وجل، ومؤمنة وتقية ونقية، تفصل هي العقد من طرفها وتعلن التخلي عن هذا الزوج وعن قصوره وعن دوره وعن أمواله وتتبرى منه، ويعذبها ويتسلط عليها فتصرخ بدموع الأمل وتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يعني ما دام أن حرمت البيت في الدنيا، حرمت بيت الإيمان والتوحيد، تقول رب ابن لي. قالوا شوف الخطاب والجمال القرآني الذي أتى بها، فالباني هو الله، ما قالت كلف ملائكتك وأمرهم أن يبنوا، أنت ابن لي يا ربي، لأن الواحد إذا تولى البناء السكن فكيف يكون البناء بيتا ما دام حرمت البيت في الدنيا، ما وجدت أنسا ولا سعادة، بيتا فين في الجنة عندك. قال قدمت الجار المجرور، قدمت الجار قبل الدار، قالت عندك أول، ما نبغى يكون بعيد، بجوارك، وهذا أحسن جوار في الجنة. ولهذا جعلها الله مثل المؤمنين. ويأتي التاريخ بأمثلة رائعة، وأعظم زوج في العالم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قدم المحبة والأمل وقدم
عليه الصلاة والسلام روح المشاركة والمواساة حتى صار مضرب المثل العالمين إلى رضي الله مثل للبيت المسلم. يعني البيت المسلم المثالي بقدر ما يقترب من بيت النبوة يصل إلى هذا. رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يصارع قبيلة ولا أسرة ولا دولة، هو العالم كان ضده، الحياة، المشركون، المنافقون، اليهود، النصارى، الدنيا، حتى يقول بردوني وشب طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. ومع ذلك تقف معه إلى درجة أن يأتي جبريل وهي عنده، قال من هذه؟ يقول جبريل، قال هذه خديجة، قال أقرئها من الله السلام، يعني يبلغ، شوف الرسالة محسنة، ومن المسلم ومن المبلغ ومن المبلغ وفي بيت من؟ قال أقرئها من الله السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت لأن سكرت البيت، من قصب من لؤلؤة مجوفة يرى ظاهرها من باطنها، ما هي بيوت الدنيا وقصور الدنيا، من لا صخب يعني لا ضجيج لأنها سكنت البيت. وهذا واجب المرأة المسلمة، وسبق في بعض المناسبات تقول واجب المرأة أن تكون باب أمل. يأتي الرجل متعبا ضجرا بالحياة متبرما يحصل على مشاق، فينبغي أن تفتح باب الأمل، البسمة، الرضا، السكينة، وهو بالمقابل يدخل عليه كما دخل صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كان يدخل علينا ضحاكا بساما، يدخل بمزحة، يدخل بأسلوب، برفق، ولذلك تحول البيت إلى سكينة. وبالمقابل بعض الناس يجيد فن، أعوذ بالله، الشؤم وفن التذمر من الحياة والتضجر، ولذلك بسبب شريكة الحياة أو شريك الحياة يتحول البيت إلى كذا وكذا. أيضا عائشة أم المؤمنين كانت مثلا في ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام من أبر الناس، يقطع معها اللحم، يكنس معها، يطبخ معها، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. من الآن في واحد في العالم يستطيع أن يقول أنه جزء من شرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله رضي وجعله المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة الكبرى، وانزل عليه الوحي وجبريل وبلغه سدرة المنتهى، وهو شفيع الأمة يوم القيامة، وأحد بقي له شرف؟ أحد بقي له كلمة مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك شوف يكنس البيت ويمزح معها ويقول أعلم إذا كنت راضية وإذا كنت غضبانة أو غضبها. قالت بماذا؟ قال إذا كنت راضي علي قلت ورب محمد، وإذا كنت غاضب قلت ورب إبراهيم. لو بقيت حلقات كثيرة بس فقط في بيتي صلى الله عليه وسلم أو مع عائشة لاستغرق أوقات وأحاديث، ولكن نختصر لنصل إلى موضوع ما ينبغي لنا في جيل قادم من الآن يؤسس بيوتا ويبني مستقبلا. والزواج يا إخوة ترى هو عملية، الزواج هو بناء، الزواج هو عبادة في الإسلام، ليس معناه فقط قضية وطر أو عواطف مجنحة أو أشياء أحلام يقظة، إنما هو تأسيس بيت في الإسلام. جميل شيخنا، من خلال هذا السرد شيخ أنه النبي صلى الله عليه وسلم نزل في أمور كثيرة إلى أن يعين زوجته فيها. البعض الشيخ من الشباب يعتقد ويؤمل آمالا كثيرة في شركة الحياة، فإذا ما جمعهم بيت واحد تفاجأ بكثير من السلوكيات من زوجته، وهو يترفع عن الكثير من الخدمات أو المهام اللي منوطة بزوجته. كيف يا شيخ التوازن بين هذا الأمرين؟ هو أنا أحذر الشباب من المثاليات هذه التي يعيشون في أذهانه، فإنه يشترط هو في شريكة عمري شروط أصلا ما تنطبق على أبي حنيفة، يمكن أنها تكون واعية، جميلة، رائعة، ذكية، وأنها تكون يعني سلسة في الخطاب، وأنها لينة رفيقة، ومن هذا، بينما هو أمر مذهل، في يعني ما لا يطبق بعض هذه المقاييس على نفسي، لأن المثاليات أظن في أذهان الناس غير ما هو في الواقع. نحن في مجتمع نعرف بعضنا ونعرف نقصنا ونعرف تقصيرنا، عليك أن تأخذ الخطوط العريضة في المرأة، تكون مؤمنة طبعا من بيت طيب متدينة، وأيضا أنت إذا أتيت فتعرف أن النقص البشر أنك تراعي هذا النقص، أيضا أنك تأتي أنك لا تطلب طلبات الخدمات فقط من جانب واحد، هي المرأة بقدر ما تعطيها هي تعطيك. كثير من الشباب ترى يعيش، أنا رأيت يعني في الندوات والمحاضرات والرسائل التي وصلتني رأيت التقصير الكثير من الشباب أكثر من الفتيات، أكثر من الفتيات. ترى المرأة فيها وفاء كثير، وترى المرأة تعطي أكثر، لا أقولها تحيزا إنما أقول هذا هو الحق، ولكن تفاجأ أن فتاة تركت أهلها وتركت بيتها وتركت حنان أمها وتركت رعاية أبيها ثم أتت إلى شاب، ماذا يحصل؟ كثير من الشباب يبقيها في البيت إلى الساعة الواحدة ليلا ويذهب مع زملائه في الاستراحات، يضحك معهم وفي رحلات وفي كشتات وفي طلعات، ثم يأتي تنتظر ماذا؟ بين الجدران والحيطان، تأخذها من أسرتها أسيرة حبيسة رهينة البيت، ثم يأتي وعليها تنفيذ الأوامر، هو ينام الصباح تجهيز الإفطار، وعليها ترتيب البيت، وعليها انتظار زملائه لتصنع لهم غدا،
فيحولها إلى عاملة وإلى كادحة فقط، وإلى حتى بعضهم شكت وكثر الطلاق عندنا بظاهرة تقول عدم الإنصاف في الحقوق. يعني شيخنا المرأة أن تقول تعطي أكثر للرجل، وش السبب يا شيخ؟ والله نشوف نفس المرأة هي رضية، والمرأة فيها حنان أكثر، وإذا جعلها الله مكلفة برعاية الأطفال ولأنها تعيش مع الطفل. ذلك تشوف الآن المرأة أنت ما تستطيع للطفل أنك تجد الطفل يبكي ليل ونهار وهي تربت عليه، تسهر وهو ينام الطفل. إذا مرض الطفل مرضت هي، حتى الأب يخرج من الغرفة إذا بكى الطفل قال نوموه على كيفكم ويروح ينام هو، وتذهب به في المستشفى هي وسط الليل وتراجع به. الأم غير الأم حنان وروم، ولذلك تنقل حنانها وعطفها إلى الزوج. لكن مشكلة أن بعض الأزواج لا يعيش هذه العاطفة، بعضهم قاسي وعوذ بالله شرس في الطباع، يعني كتبوا مقالات عن هذا بسبب الطلاق، وجدوا أن النسبة الخطأ هي في جانب الرجال. لذلك أدعو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجه الخطاب ترى وجهه للرجال أكثر، الله الله في النساء فإنهن شكائك الرجال، وقال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، وقال خير هذا الرجال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى من حنانه مع بنتي صلى الله عليه وسلم تأتي فاطمة، اسمعوا الخطاب الآن ماذا تقول له بنت من، حتى محمد إقبال شاعر الإسلام الكبير شاعر العالمي يقول في فاطمة لو قصيدة فاطمة الزهراء هي بنت من، بس وقف عند السؤال هذا، هي زوج من، هي أم من، من ذا يساوي في الأنام علاها، أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد، شوف المدرس قد رباها، وعلي زوج لأبي طالب لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. المقصود تأتي تبكي تقول أنت، يقولون الناس أنك ما تغار لبناتك، شوف الاستثارة. قال صلى الله عليه وسلم يعني ويسأل ماذا حصل، قالت ابن أبي طالب يعني علي من الغضب ما جت باسمه يريد يتزوج علي. قال بنت من، قالت بنت أبي جهل، أبو جهل طبعا قتل في بدر لكن بنته مسلمة. فرأى صلى الله عليه وسلم دموعها فتحركت الإنسانية عليه الصلاة والسلام في قلبه والعاطفة والرحمة، قال الصلاة جامعة، فجمع الصحابة وصعد المنبر عشان فاطمة وعيون فاطمة ومحبة فاطمة أم الحسن والحسين. قال يا أيها الناس بلغني أن علي بن أبي طالب يريد الزواج على بنت أبي جهل، وأنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، التعدد وارد هو الذي أتى بالشريعة أصلا، ولكن والله الذي لا إله إلا هو لا تجتمع بنت عدو الله وبنت حبيب الله تحت سقف واحد. إلهي لا تعذبني فإني، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا كم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي علي عضدت أناملي وقرعت سني، ولو أني صدقت الزهد فيها، ولو أني صدقت الزهد فيها، ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني.
يظن الناس بي خيرا وإني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس لشر الناس. مهما طال بي الطريق همشي وافتح بباني للأمل وانادي وانسى اللي عشته من سنين قبلي تايه ما بين اليأس والأحزان. اوعك تقول ان الطريق مقفول اصبر وبكرة بالأمل هتنول ورميت كالك عالكريم على طول يزرع في قلبك من رضا بستان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من خدعوك فقالوا، الجزء الرابع فهم السنن الربانية، القوانين والثوابت التي يدبر بها ويعامل بها رب العالمين العباد سواء الأفراد أو الأمم. هذه القوانين الثابتة التي لا تتغير عبر السنين وعبر الشعوب وعبر القرون وعبر الأزمنة، قوانين ثابتة. العبد الرباني اللي احنا بنسعى مع بعض علشان كل واحد فينا يكون عبد رباني متخلق بأخلاق الله، خليفة لله، يعمر هذه الأرض بالقيم والأخلاق والعمل والبناء والذكر والدعاء. هذا العبد الرباني لازم يفهم عن ربنا عز وجل هذه القوانين والسنن الربانية عشان ما يتخدعش في أحداث كتيرة، يبقاش فاهم ربنا بيعمل معاه كده ليه. بنسعى لفهم أو لفهم حكمة الله عن طريق فهم هذه السنن اللي ربنا عز وجل قال عليها: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. شكر خاص طبعا لكل المشاهدين خدعوك فقالوا، وشكر خاص للشباب والبنات اللي بيتواصلوا معنا. المرة اللي فاتت طلبت من حضراتكم ان احنا نتدبر في الربع الاخير من الجزء الثاني من سورة البقرة، لان فيها السنة. قبل ما اقول السنة الربانية اقدم لها بمقدمة، لان هي السنة دي هي موقف بيفاجأ بيه أهل الحق وأهل الخير. فلو مش محضرين نفسهم للسنة دي لما يحصل لهم المفاجأة بالسنة دي هيحصل نوع من الصدمة والخدعة. وإحنا في خدعوك فقالوا عايزين نكشف الخدعة دي عن طريق السنة دي. الأول تعالوا نتفق ونرجع ورا خالص، لما ربنا خلق البني آدم حط فيه الشر والخير، وكأن ربنا حفظ كل الناس الآية دي من أول الأطفال الصغيرة لغاية أهلين الكبار. ونفس وما سواها فألهمها، أي أودع فيها وخلقها، حط فيها في الجبلة في الفطرة، فألهمها فجورها وتقواها. فالإنسان جواه الخير والشر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعت أنبياء لهؤلاء الناس اللي هو إحنا عشان يعرفونا على ربنا، عشان يفهمونا الأخلاق نتعامل مع بعض إزاي، يكلمونا على الآخرة، الحلم الجميل اللي بنحلم بيه كلنا، رضا ربنا والآخرة، علشان يغلبوا جانب الخير عندنا على جانب الشر. بعد ما جم الأنبياء انقسمت الناس لواحد شهوته أقوى منه وحبه لذاته أكبر من حبه لربه وسعيه للسعادة العاجلة بسرعة حتى لو حرام أهم من سعيه لرضا ربنا عز وجل، مع السعادة اللي موجودة اللي في الدنيا بس اللي ترضي ربنا وما تضرش هذا الإنسان، فتسرع ومع التسرع عمل حاجات حرام وغلب شهوته ورغباته على رضا ربنا. ولما أقول كلمة حبة ربنا يعني حبة ربنا وحبة أمر ربنا، حبة الحق اللي ربنا يحب يشوفه في الدنيا، حبة الخير اللي ربنا يحب يشوفه بينتشر على أيدينا، حبة الاحترام اللي ربنا يحب يشوفه في أخلاقنا،
حبة الصدق اللي ربنا يحب يشوفه في تعاملاتنا، حبة الله وحبة أمر الله سبحانه وتعالى، وخدوا عهد على نفسهم إحنا هنعيش بالله ولله وننشر أمر ربنا والخير اللي ربنا بيحبه. فأول ما بدأوا ينشروا هذا الخير اصطدموا، اصطدموا بحقيقة إن أهل الخير وأهل الحق في الغالب بيبقوا قلة، عددهم مش الأكترية. فوقفوا أهل الحق يقولوا نفسهم بعضهم يعني اللي مصدوم اللي محتاج يسمع خدعوك فقالوا النهاردة ويعرف السنة الربانية دي، وقف بعضهم يقول الله بقى احنا القليلين الصح وكل دول غلط. يا جماعة يمكن احنا نطلع غلط والناس دي الكتير دي اكيد صح واحنا ممكن نطلع غلط. فوقف الناس اللي فاهم السنة الربانية اللي استجابت لطلب ربنا وأمر ربنا احنا تدبر في هذه القوانين والسنن، وقالوا لهم هذه السنة احفظ الله ينصر أهل الحق ولو كانوا قلة، الله ينصر أهل الحق ولو كانوا قلة. الناس اللي عايزة تنشر الحق في الدنيا وتنشر الخير في الدنيا ثم يصطدموا إن في مقاومة لنشر الخير من عدد كبير من اللي حواليهم فيفتكروا إن هم غلط وينسوا إن الله هو الحق المبين. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. علشان كده وأنا بقول كلمة نصرة ربنا يعني نصرة أمر الله عز وجل، نصرة القيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها، وفي أنبياء استشهدوا في سبيل الله قتلوا، وأنبياء أفنوا أعمارهم بالتسعمية وخمسين سنة زي سيدنا نوح لنشر القيم، وأنبياء زي النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغالي والرخيص من أهله وماله وحياته عشان ترفع كلمة الله وتكون هي العليا، المبادئ اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى. ولما نيجي إحنا نتبع الأنبياء في نصرة الحق والكرامة والحرية والخير ثم نفاجئ أن عددنا قليل، اوعى تصطدم الله لو كان في صفك أنت مش قليل بالله سبحانه وتعالى. وأنا هستسمحكم أن أنا هقول معنى، المعنى ده أنا حبيت أبدأ بيه، والمعنى ده لعله يكون هو المعنى المحوري في حلقة النهاردة، لأن أنا النهاردة جاي وأنا كلي طاقة، كلي من جوايا طاقة أن دي تبقى حلقة عن الثبات حتى الممات على نشر الخير والتمسك بالقيم والمبادئ والتمسك بحب ربنا عز وجل. لأن أغلب الأسئلة اللي بتيجي مرتبطة بأن نفسي أبقى كويس بس مش قادر أثبت، المجتمع مش بيساعد سواء عايش في بلاد الشرق أو بلاد الغرب. هي ليست حلقة عن الثبات إنما هي حلقة عن سنة الله في كونه أن الله ينصر أهل الحق ولو كانوا قلة عشان أهل الحق ما يتهزوش. سبحان الله، قبل ما أجي كنت معزوم على حفلة في دار الأوبرا المصرية تقيمها مؤسسة رسالة لتكريم أهل الشهداء وتكريم الشهداء. واحد يقول لي ما الشهداء خلاص عند ربنا مكرمين، أقول لك ده الإحساس اللي جالي. سبحان الله، خلاص الشهداء راحوا عند ربنا سابوا الدنيا يعني. وإحنا عندنا مثل كده بايخ يقول لك الحي أبقى من الميت، مع أن في ناس كتير قوي ماتت قيمتهم أكتر من أحياء كتير قوي عايشين في وسطنا. أنت لولا وجودك أو وجودك يا ناس يا محترمة يا مؤدبة اللي بتنشروا كلمة ربنا والخير اللي ربنا أنزله عشان ينتشر سواء كان أخلاق أو عبادات وروحانيات أو قيم ومبادئ أو إعمار للأرض، أنت سبب بقاء الدنيا. شوف ربنا، وأنا هقرأ صفحة في القرآن كاملة، وأنا يا جماعة مصر إن إحنا نعمل ثورة على علاقتنا بالقرآن، ما يبقاش عندنا استتقال لقراءة القرآن. اسمع وتدبر، بعد ما ربنا حكى للنبي في سورة هود قصص أنبياء كتير كانوا لوحدهم وثبتوا، كانوا قليلين وثبتوا وربنا نصرهم على القوم أقوامهم يعني، ربنا قال للنبي الكلام بقى بدأ يتوجه لينا احنا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. استقامة، اوعى ابعد عن الظلم وابعد عن الظالمين وواجه الظالمين وارفع كلمة الحق أمام الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حارب الظلم، خليك عندك عدل، وانشر الصلاة والروحانيات. ثم قال الله
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، الإحسان والإتقان وإعمار الأرض. ثم قال الله، الآية بتاعت النهاردة، الآية اللي بتقول إن حضراتكم يا أهل الخير سر بقاء الأرض، وإلا كان ربنا دمر الأرض دي كلها. قال الله، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم اسمع، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. واللي عنده نقص عقل قد يعقله العقاب. يعني شيخ أنت تشوف أن مظهر الشاب بالغترة وعقال أحسن. أرى هذا. طبعا أنت شيخ طبعا شاب، وش رأيك تجرب العقال الحين؟ خلا بعطيك شيخ عقالي. بس إنه قد رأيت. جرب يا شيخ. بشوف يا شيخ. جرب خلنا نشوف. هذا يدل على أنه جائز اللبس يا أخواني. بس أنا قال الشيخ لأن رأسه مربع ورأسي مستطيل. لا لا طلع عقب هذا الشيخ طلع شيخ. لا حرج يا حبيبي.